مش قلقان ان ده سنتين ورا بعض يحصل معانا كده؟ هو طبعا يا كابتن في قلق، بس طبعا ده توفيق ربنا، احنا بنعمل اللي علينا واتباع ربنا وبنلعب لاخر الوقت، لكن هي بتبقى برضو في ظروف هي اللي بتوصلك لكده. يعني السنه اللي فاتت تحديدا في الماتش اللي كان هنا، انا حسيت ان السوشيال ميديا بتاعتنا نقلت لتونس ان تونس الترجي اتذبح، الترجي كسب، اتذبح هنا واتظلم. عشان كده لا، احنا رايحين مش ده ملعب رودس اللي احنا متعودين عليه. شايفين حاجات تانية، شايفين المقابله ما كانتش زي كل مره، لا كان هم حسوا ان احنا اتظلمنا، وحاسوا ان الناس كلها وقفت ضدهم، حتى الاتحاد الافريقي الموضوع كان مختلف خالص. لكن احنا زي ما قلت لحضرتك يا كابتن، احنا برضو كان في فوارق معانا، فرقت معانا زي احمد فتحي، اصابه احمد فتحي لعيبه كتير جدا، ازارو لعيبه كتير اللي هم من اللعيبه اللي اصحاب اللي هم ايه خبرات المتعودين على المواقف الصعبه ما كانوش موجودين. ده برضو فرق معانا يعني في الماتش اللي هناك. يعني لو احنا كاملين كانت الامور هتختلف. وعلي معلول ولو لو خسرنا ما كناش هنخسر كده برضو، كنا هناخد البطوله، بس ما كناش هنخسر يعني بالشكل ده يعني. تمام، قبل ما نكمل كلامنا مع النجم وليد سليمان